الجواد العربي ظل يحظى بالرعاية والاهتمام منذ أن أهدى سيدنا سليمان عليه السلام أهل عمان جوادا اسمه زاد الراكب، فتربى هذا الجواد وتناسل على أرض عمان، فكان ذلك أول جواد انتشر بين العرب، فهو أصل الخيول العربية. رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم كان من أرغب الناس بالخيول وأشدهم إكراما لها وحبا وإعجابا بها، فكان يسر بصهير يسمعه ويمسح وجه فرسه بثوبه. من هنا كان الاعتناء بالخيول ومعاملة الحصان كمعاملة الفرد بالأسرة، فصنع لها السرج والقلادة والصدارة والصريمة والمجدب. والسرج الذي يوضع على ظهر الجواد يتم صنعه من قبل السروجي بأدوات بسيطة، مقص، إبرة وخيط، مستخدما الصوف والقماش والجوخ والغردة في صنع السرج. يفرد السروجي قطعة قماش بمقاس معين ومحدد تتناسب وحجم الجواد الذي يصنع له السرج. يقوم بإحداث خطوط متوازية، وذلك من أجل عمل مخدات في السرج تحشى فيما بعد بالصوف. والخطوط تعتبر عملية أساسية في صناعة السرج، ففي ضوء تلك الخطوط يتحدد شكل السرج بعد حشوه بالصوف. ثم يحضر قطعة من الجوخ ويفردها على قطعة القماش الأولى. واستخدام الجوخ في صناعة سرج الحصان يعود إلى عدة أسباب، لعل من أهمها قدرة الجوخ العالية على امتصاص عرق الجواد، وكذلك لكون الجوخ ملفتا للنظر بجودة مادته وجمال شكله على ظهر الجواد. يثبت قطعة الجوخ فوق قطعة القماش مستخدما الخياطة بذلك، والخياطة هنا يدوية وليست باستخدام آلة الخياطة. يثني قطعة القماش وقطعة الجوخ فوق بعضها البعض، وذلك زيادة في التثبيت. يدخل السروجي الغردة أو الحزام بين قطعتي الجوخ والقماش اللتين ثبتهما. يخيط فوق الخطوط التي أحدثها بالقلم فوق قطعة القماش على شكل متوازيات، إلى أن ينتهي من خياطة القماش وجوخة السرج. وهذا الشكل من الخياطة تم من أجل إتاحة المجال أمام السروجي لإدخال الصوف من خلالها، حتى تكون مريحة لراكب الجواد وللجواد نفسه. يبدأ بحشو الصوف داخل السرج المفرغ بين الفراغات التي أحدثها من خلال الخياطة. يواصل حشو السرج بالصوف مستخدما عصاة لتساعده في دخول الصوف في تلك المخدات، مخدات السرج. يضرب بيديه على مخدات السرج حتى يتيقن من تخلل الصوف على تلك المخدات.
يفرغ من عمل الزوايا الجانبية للسرج ثم من مقدمته ثم من مؤخرة السرج. ونلاحظ هنا أن مؤخرة السرج ومقدمته تكونان نافرتين عن بقية أجزاء السرج، وهذه لتمكن راكب الجواد من الجلوس براحة أكثر على ظهر جواده، وفي حالة تعثر الجواد أن لا يسقط عن جواده بسهولة. ويواصل إتمام حشو أجزاء السرج بالصوف المتبقي بحيث تعبى كافة أجزاء السرج المتبقية بالصوف. ويخيط السروجي قطعة القماش وقطعة الجوخ سوية مرة أخرى بعد انتهاء مرحلة حشو السرج بالصوف. ولكي يتيقن السروجي من أن السرج سيصبح مريحا حين الجلوس عليه، يقوم بطرقه بالعصا مستخدما يده كذلك. يضع السروجي حلقات معدنية في أطراف الغردة أي الحزام الموجود بين قطعتي القماش والجوخ. وهذه الحلقات هي جزء من السرج، وتستخدم لربط الحزام الخارجي حول بطن الحصان حينما يتم وضع السرج على ظهر الجواد. يقص الزوائد من القماش والجوخ وفق العلامات التي وضعها سابقا. يفرد السرج ويخيط على جانبيه أي على الخرج، وكذلك على جزئه الخلفي أي الفقارية، يخيط مطرزات جميلة. يربط السروجي الحزام أو الغردة بالحلقات التي سبق وأن تم وضعها داخل السرج. ويلاحظ هنا أن الغردة أو الحزام محلى برسومات ومطرزات جميلة مستوحاة من البيئة العمانية. يجري القياسات من أجل ضبط طول الحزام، وذلك حسب حجم الجواد وعرض ظهره. يثبت الحزام جيدا بالحلقة المعدة، ثم يضع بالطرف الآخر من الحزام قطعة جلد ثم يربطها به. إن ينتهي السروجي من إعداد السرج وتجهيزه حتى يقوم بوضعه على ظهر الجواد، ليكمل السرج زينة الجواد من صريمة وقلادة واصدار وشلاشل. وكيف لا، فارتباط العماني بالجواد يعود إلى آلاف السنين، بحيث أصبح يعامله كأي فرد من أسرته بكل الود والاحترام. يحافظ عليه، يكرمه، يصنع له السرج الجميل ويزينه بالفضة. وهذا الصدار أو الطوق الذي يزين صدر الجواد، كيف يصنعه السروجي ليكمل زينة الجواد، مستعينا بخبرته في تسخير الفضة ليصنع منها مستلزمات الجواد. يسخن الفضة على النار، يبدأ بطرقها وثنيها لتأخذ شكل صدار أو الطوق، مستعينا بأدواته الدقيقة. يكرر وضع الفضة على النار ويعاود طرقها مرة أخرى ليطوعها ولتأخذ الشكل الذي يريد، وهو عمل صدار لجواد عربي أصيل.
يتناول السروجي قطعة فضية أخرى تكون أعرض من القطعة الفضية الأولى. يقوم بتسخينها على النار، يطرقها بالمطرقة، ثم يبردها بالماء. القطعتان الفضيتان الأولى والثانية تشكلان القاعدة أو الأساس لإصدار أو الطوق الذي يوضع على صدر الجواد، والذي تحلى به قطع فضية أخرى. ولعمل الحلي الصغيرة الأخرى من الفضة التي توضع كقطع متناثرة على صدر الجواد، يقوم السروجي وهو هنا يقوم بعمل الصائغ. يقوم بتسخين سلك الفضة، يقطع من السلك قطعا صغيرة، ومن هذه القطع الفضية يصنع حلقات صغيرة. يجمع هذه الحلقات الصغيرة ويصنع منها سلسلة فضية، مستخدما بذلك أدواته البسيطة. يواصل السروجي عمل قطع فضية صغيرة، يصنعها من رقائق الفضة، يقطعها ويعطيها الشكل المطلوب. يستخدم المقص تارة والنار تارة أخرى حتى تأخذ الحلية هذه الأشكال الجميلة. وحلية الجواد يعتنى بصنعها كاعتناء الصائغ بحلي النساء، فهي بحاجة إلى دقة ومهارة وذوق رفيع. ويواصل السروجي عمله بكل ما أوتي من خبرة وتجربة حتى يكمل كافة الأجزاء المكونة لإصدار من قطع فضية متعددة، وليأخذ هذا الإصدار شكله الجميل. لا أجمل ولا أبدع من هذا، ليوضع على صدر جواد كميت كهذا الجواد، أو على صدر جواد أشقر أو أدهم أو أخضر أو أشهب أو أبرش، أو جواد ورد. وبكل الزهو يمتطي هذا الرجل جواده، ليذكرنا بالجياد العربية التي ارتبط اسمها بالبطولات والفروسية والانتصار، ودورها الرائد في تحقيق النصر في الفتوحات العربية الإسلامية.